انا سامع تفجيرات، سامع تفجيرات وبلاوي سودة. ما فيش حد بيقتل حد عم للاسف. للاسف؟ طب ايه ده، ايه ده على الناس؟ استفز الناس فجاه انا اللي اتفجر، وانا مال انا؟ ده واحد قاعد في البنكر عمال بينشن على الناس. عربيتي فين وانا ليه منزلني في وسط الجبل؟ ايه القلش ده؟ ابعت لك. بعت لي ايه؟ بعت العربيه ازاي؟ اصل احنا خدمه 5 نجوم. ايه اوعى تفجرني، مع المشكله انت حتى لو فجرتني يا حرام، يعني تدفع 750 ولا 500,000 ليه؟ كانون دوت مش ببلاش، عارف؟ ما ياخدهاش على الكاسب. هي تراي تو كيل اس. يي ذاتس ترو. اي مي هاف كيلد هيم فيرست. هو وات ده؟ في طياره اهي. دخول حماسي يا اخي تبعي. طيب ده في فايند طياره تشالنج. طياره تشالنج يا عم بقى. هو انا مش مهتم اصلا، انا رايح في حته ثانيه خالص. اوكي، في واحد ناس ماشيه بدبابات تبعي. نانا دخول حماسي. هو باظ. ايه ده؟ اسمعي ضايت يا ترى ازاي؟ فتحت الباراشوت. لا اله الا الله. ايه ده اسماعيل ضايت تاني يا ترى ازاي؟ ما يا عم انت بيعمل لي ريسبون في شقه ده في عماره، انا اعمل له ايه؟ خد يا ابني انت هو يعني. خد يا اسطى. يا امانه وانا كمان اطلع بره. خش بس البتاع عشان في افيهات دلوقتي هتترمي دلوقتي. بيقول لك ايد بت. لا مش وقت. انا حسيت كده بس. انت المشكله ان انت بتقول نفس الافيه كل مره. ما هو عشان دي شافوه، ما انت مش فاهم. في اسقاطات هنا. انا بعت لك افيه. بعت لك انفايت. في اسقاطات في الحاجات، اسقاطات لان ده دي شافوه، لان احنا بنعمل نفس الحاجه كذا مره. تعالى ورايا يا ريس. بورينج ماشينز. هات اللي هي بورينج ماشين وانا هروح اكواير ماسكز. انا انت لسه عندك اكواير ماسكز من المره اللي فاتت؟ ما ايه تانك باتل؟ ايه ده فيه تانك باتل؟ اهرب يا انت. تانك باتل. بقول لك ويت اي ام جانا دو سامثينج. سامثينج ايه حصه اللغه اللي احنا فيها دي؟ انا اروح انا اجيب ماسك سابع او السنة. لا مش هعرف، انا جاي لك يا عم. تعالى لي على الميشن بقى، اكون انا خلصت تقريبا. لا اله الا الله. العربية دي انا بعزها جدا، في عربية كده راكبها جامدة جدا، بعزها جدا. بيقول لي جو تو، انت عندك مديك ايه؟ جو تو جراب مش عارف ايه؟ جريب سيد يا عم. جرابست ايه بس؟ جرابست. جريب جريب سيد. جراب سيد يا جرابست يا سيدي. جراب سيد. جراب سيد. ربيت الافيهات الشنيعة. دخلت فايت؟ لا يا عم والله مستنيك اهو. طب يلا تعالى بس. يا 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 عم يا اسطى احنا مش هنقتل حد هنا. انت ليه كده؟ في ايه؟ لا والله احنا كنا هنسرق حاجه يا عم. هنسرق العربيه اصلا؟ طير بالاوبريسور. بالاوبريسور؟ اوكي. انا فكره، انا شفت في الشات واحد كان عمال بيقول كل اوبريسور. ايه لا ما احنا انت 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 بص هطير مش هتقتل حد. هو بيقول لي اقتل الكابس. لا ما تقتلهمش، بيقول لك لوز يا عم لوز. اصل انا قلت انت عارف اخوك ما بيصدق بصراحه، يخش حماسي على طول. طبعا انا مديني كل الناس اللي في الشارع اصلا تارجت. ماشي انا عامه كده هكافيرك لان انا عارف انت فين. انا رايح على البتاع. طب ما تقول لي يا عم ان احنا مش هنخش عنيف يا عم. باين يا عم بيقلش ده. اوه ليه 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 ليه؟ خلي بالك انا ممكن افجرك برضو، خلي بالك. جاي يا اسطى. ايه يا اسطى؟ الو كمل يا عم كمل. انا احماه اهو، اكشف لك الطريق عشان لو في اي حاجه. بس عارف انت اقول لك انيميز زائد. انيميز زائد باي. باي تبع طب هتعمل حاجه يا اسماعيل؟ لا انا بقول معلومات بس مش اكتر. انيميز زائد. ايوه اتصرف انت بقى. باي. يعني ما اصلا المهمات بتاعه البنكر هتبقى كالاتي، اللي هو حد بيجيب حاجه والتاني بيحميه. بس واضح ان احنا انا وانت في خطر على بعض. Come with me, I will lift you to your garage. جازة يا حاجة، جازة يا ابني. يا عم هفجرك والنعمة ونعيد المشي من الأول تاني. أنت عارف والله أنا حاسس إن أنت هتاخد صاروخ دلوقتي، مش عارف ليه، مش عارف منين برضه. يا عم بس، يا عم بس بقى ما تفولش بقى. إيه هو أنا عربية؟ في حد قدامنا على الشمال تقريبا بيكابشر ذا فلاج. اسماعيل احنا بنفترض الحلو في الناس لغايه ما يثبت العكس. طب انا عايز اقول لك على حاجه، اصلا هو الولد واقف اصلا عند المكان اللي احنا رايحين له. عادي يعني؟ اوكي عادي. احنا بنفترض الكويس في الناس. ده مين ده؟ تابعي اللي بيقول كده؟ حكمه العدد. حكمه اليوم. ليه حكمة تفترض الشر في الناس لما ممكن تفترض الخير؟ ليه تعمل اعداء لما ممكن تكون بتعمل اصدقاء؟ هو ايه هنوصلها لحد بقول لك ايه؟
هو كل ده عشان نروح يعني بتاع ده هنخش بيه ولا نح. كل ده عشان نروح مش عارف انا ليه اول لوحتين يعني مش الدرجات يا جدعان انتوا مقفرين الموضوع قوي ده لو لوحتين رسمهم الفان جوخ مش هيحصل كده هو ايه يعني في الاخر خلاص احنا هنحفر تانل مثلا من البنك ده ايه ده لا اوعى تفجر اي حد تقريبا دي بتودي على التانل تقريبا اللي هو احنا اصلا هنهرب منه يا تبعي ما تسكوت كده لو في مدخل عارف انت وانا عندي انا اصلا خلاص انا وصلت يعتبر عارف انت انت زي ما انت مكمل كده يا تبعي يا عم فكك مني يا عم اسماعيل الواد ده شكله تبعي كمل زي ما انت كده يا تبعي بجد افكره لك لا 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 سيبه هو ما بيعملش حاجه هو كويس ايه ده في نفق هنا عندي ما هو ده كمل زي ما انت كده لا في نفق على يميني هنا على يمينك هتخش النفق ده اوكي طيب لا لا ده قطر بتاع قطر خلاص خش خش عايز تخش خش خلاص يا عم خلاص هي زي ما انت كده كمل تمام وخلاص كده على الشمال خش يا اسطى ايوه حدا كده اوكي وصلنا اوكي عايز بريبريشن كومبليت روح بقى هات الماسكس يا عم هجيب الماسكس ليه مش فاهمه انت هجيب لي ليه وليك ولا ايه بالظبط انت هتجيب لي انا احرق اتنين لا والله هو انت بتروح حاجه تستلمها ولا لا انت هتروح هتلاقي مكتوب فور ذا هايست او كده اوكي هانت قربنا في حاسس ان انا حد هيفجرني لا هيفجرك هفجره صحيح بفجر في اللي ناسيني ايه ده طيب في على السريع كده عارف انت فولو مي دود فولو مي دود دودز ايه يا ابو عمو ايه براوز ذا هايست عايزين ماسكات حلو ايه الماسكات السيئه دي ايه الماسكات دي انا عامل لسه قدامنا اربعه اجي لك بقول لك ايه وبقول لك بروتكت ذا توريت ده ايفنت ده ولا ايه ده ممكن يكون ايفنت فكك بس انا البتاع المابا كلها اتحولت بقت ازرق لا ما ده ايفنت واحنا في النص كده بنعمل الهايست عارف انت يعني الناس عماله بتعمل ايفنتات واحنا في النص يا جماعه بس معلش احنا مش فاضيين فاحنا بنعمل هايست عارف انت معلش وسع كده بس وسع كده في حاجه هتنفجر دلوقتي نجيب الدريل اوكي تعالى باور دريل دي سريعه اصلا ما بتاخدش وقت فين البتاع بتاعتي اوكي تبعي بويا تبعي كده لازم اني معاك لا اله الا الله طب انا هوصل واستناك هناك بقول لي سيرش فور ذا تول بوكس طب نروح نشتري باور دريل اصلا من السوبر ماركت هو ايه الهطل ده لازم نحسسك بالسسبنس وفي الحاجات تعالى تقريبا عند البوينت البيضة هنلبس لبس خوذ كده خلاص عارف انت عارف احنا كده منكم يا ابو عمو ايه يا رجال هاوز جوين يا ايه ده انا قلع الخوذه تبعي قلع الخوذه اوكي انا تقريبا في عندي صندوق تقريبا في اول ما توصل الصندوق دوس ايه منعمل يا سلام تبعي شكرا على المعلومه انا مش عم قلت اقول لك يا عم خلاص يا عم انا مش من غيرك مش عارف انا كنت عملت ايه في المعلومه دي يا لهوي على المعلومات تبعي احنا بقينا مكشوفين لكل المابا بقى في علامه واي فاي عليا انا اي حد عايز يخش على النت يجي لي انا وصلت يا اسطى خبيت الاوبريسور وسنين الاوبريسور ما عشان ننجز ما انا قلت اعمل ده عشان ننجز الحاجات اللي هي اللي ملهاش لازمه يعني مثلا دي الميشن دي اخرت 4 دقايق خش ثاني يا اسطى هيلب ديليفر دبور لازم استناك شفت بقى. ايه ده اهلا يا تابع ازيك عامل ايه خش يا عبدالعاب تاخد طيارات هات اي حاجه ماشي هات ادفع طيارات بقول لك دستروي از ميني از يو كان بايا تابعي ده انت جيت لي في منطقتي اعمل انت ببص زيد مش ده اللي احنا معانا مفجر الطيارات يا عم بالاخر عارف عملنا تقريبا 3 بس ولا 4 لا ذيس از ماي تايم ذيس از ماي تايم امال انا ظبطت الاوبريسور دوت ليه انت ما تجيب الاوبريسور بتاعتك وتيجي تمشي معايا الاوبريسور عندي ما فيهوش اسلحه ده تعالى معايا وخلاص انا مش عارف هو فين باي باي انا بص انا هبقى الاولد فاشن هنا انا بالكروما واخد بالك انت يا عم بس انا ماليش في الاوفر باور حاجات يا عم بس بقى يا عم بالاوفر باور حاجات بقى بلا بتاع ده احنا عايزين نخلص الميشن يا اسطى الو سامع This is my time to shine. واحدة في نص المية تقريبا. طب ايه ده في حاجات جديدة يا تبعي. ده مديني كل حاجة. شايف الأرقام؟ شايف الأرقام؟ شايف الأكشن استروز؟ ده القلش في ايه بقى؟ القلش ان هو ما يعمل لك البتاعة دي ممكن حد ياخد حد قدامي ولا ورايا ولا على جناح البتاعة دي ولا أي حاجة. أنت فاكرها باتل فيلد يا عم ولا إيه يا عم؟ عارف أنت؟ وأنا بقول لي أفجر إيه؟
يا عم يلا يا عم، بلاير فاضل لك ستة ده بلاير يا سريع تبعي سريع تبعي. كنت هفجر بلاير، معلش معلش كنت هفجر بلاير ده، بس اداني عمل لوك على حاجه، وبعدين ما بص لقيته واحد. يا ساتر يا رب. استنى يا عم، قعدت تقول لي اوبريسور وما اعرفش، تعالوا لي في منطقتي. فاضل 6 دقايق، انا مدمر 4 لحد دلوقتي. انت مدمر 3. انا مدمر واحده. انت مدمر واحده؟ واحد عند الكازينو تقريبا اهي. فاكر لما احنا هندمر كتير هتنفعنا في ال، فاكر انت لما عملناها المره اللي فاتت؟ اه يا عم ايوه، انا تقريبا هتسهل لنا. يا عم انت ايه يا ابو عمو عمري؟ في واحدة عندي هنا في البحر تعالى دمرها، مش شايفها. يا عم باتمان انت جاي لك يا اسطى اهو، تبقى عامة نروح دمرها، هتلاقيها في البحر شغال عندكم. انا بقى يا عم انت معاك بروسر يا عم، روح انت روح انت وانا هستناك. انا هروح عند اللي في التاون دي. تاون هي فاضل كام واحده؟ فاضل واحده اصلا. فاضل 2. تفتكر اروح تراهني ان انا اروح وارجع؟ ها يا عم دمر بتاعه البحر احسن. ما انا هروح الاثنين. لا انا هروح انا بتاع التاون. خليني يعني يا سيدي، خليني احس ان انا ليا لازمه بليز. ما انا قايل لك البتاع اهو يا عم، البتاع سهله بعد الميشن دي. مش بروسر انا اسماعيل يا عم، انا مش واحد بتاع اوبي، انا مش اوبي اولد فيجن يعني. اوكي انا واحد بيحب يركب عربيات ملهاش لازمه ويقعد يمشي في الماب. خلي الاولد فيجن ينفع، جاي لك اهو، جاي لك على البتاع اللي انت رايح لها. يا فين هتقعد تقول لي ما اعرفش اوبريسور وطير زي العصافير وكل فطير؟ لا يا عم ايش الكلام في الكلام ده؟ صدق جوعت، صدق جوعت، صدق انا جوعت على موضوع الفطير ده. لفتة وشويه عسل ابيض او عسل اسود، لا 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 عسل اسود عارف انت. وجبنا اسطنبولي ولا جبنا تلاجة؟ بس بقى ونسبة الموضوع. سيبك انت دلوقتي من النقاشات دي، انا في طيارة قدامي. الطيارة بتفند حد تقريبا بيعملوا ميشن زينا، فاهم؟ هم بس بيضرب عليا ولا هضربه، يلا هضربك ياض. هو بيضرب عشان هو خايف يا اسماعيل. ما انا لا ما انا مشيت عشان الواحد بتاع عم فاضل دقيقة ونص. ما انا هو رايح اهو يا عم. يا عم الاوبريسور سوري يا اسطى، سوري بيقول لي سوري يا اسطى. ما خدتش بالي انك مصري. بس بقى يا عم بقى، كنت هتفجرنا يا عم. محمد فريق كان اسمه محمد فريق ده. لا المهم ايه، زيوي زيوي زيوي. يا عم فاضل 30 ثانية يا عم. يا عم رايح اهو يا عم، بتاع بعيد. اما انت بقول لك ايه يا اسطى، هو انت خلاص. هو مين اللي كان من شويه اصلا بيقول لي انا اولد فاشن وعايز اجيب البتاع دوت؟ اسماعيل انا ماليش في الاوبي يا اسماعيل. ما انت لسه قلت لي ان انت هتروح تجيب اللي انت اللي هتروح تجيبها. ما انا كنت في طريق يا عم. ماشي يا عم. الكوميديا ان مفيش هنا بلاتينيوم، يعني انت فلت اليوم اللي انا ابقى عايش فيه حياتي تمام؟ لا مفيش لا بلاتينيوم ولا ما هو لحظه بس، البلاتينيوم والجولد ما بتاخدوش علشان انت معاك اوبي في كده. انا كل اللي عملته ده مش مهم. عملنا يعني يا رب الفيديو عجبكم، لو عجبكم الفيديو حابين نشوف فيديوهات ثانيه من جي تي اي اكيد انتم لايك سبسكرايب، واشوف الفيديو الجاي. سلام. هو فين؟ انا مت. I need to take cover. يعني انت تريك كفر ايه يا ست؟ انت ريحتي. انا بقى بتكلم فيه بقى ان تدي كيف فيها، بص تضرب في العيال هوبا شكرا سيادتك تروح مريح. مبسوطين؟ حولته ولا لسه؟ هنحول كلنا دلوقتي. يوبي سوفت مش عارف اقول لكم ايه. اليمينيتد باي.